اجي تشوفها معايا بالانتيريور. بالنسبه للباب ديال الطوموبيل لاحظوا معايا هادشي كله هذا هنايا اون بلاستيك موستيك، هنا عندك الباف ديال الطوموبيل، هاد لي بارتي هادو جاو هنايا اون كوير، هادو جاو بالثوب، صراحه الشكل ديالهم زوين. هاد لي بارتي هادي جاو هنايا بالكري عندك هنا وفي الانتيريور ديال الطوموبيل. عندك هادي باش كتحل وكتسد الطوموبيل، بوني ديال الطوموبيل، وعندك هنايا لي فيتغ. بالنسبه للفيتغ كيف ما قلت لكم قبيلات فريمليس كار ويندو، اهم الحوايج اللي كاينه في الطوموبيل هادي كيعجبوني صراحه زوينين. بالنسبه لهاد البارتي هادي اللي كتشد بها هاد البوني ديال الباب، لاحظوا معايا دغيا كيشد لي تراس ودغيا كيشد التكربيش، سورتو لشي واحد اللي عنده الضفار ولا شي حاجه كيشدهم. المهم هذا ديفو خارج فيهم، كون عاد داروا شي حاجه واحده اخرى احسن من هاد البلاصه هادي، احسن من هاد البلاستيك اللي داروه هنا. فوالا هنا عندك باش كتحل ريزرفوار ديال الطوموبيل، وعندك هادي باش كتحل الكوفر ديال الطوموبيل. بالنسبه للجلسه الصراحه في الطوموبيل فريمون زوينه، لي سير صراحه فريمون كونفورتابل مزيانين. عندك هاد لابارتي هادي ريغلابل اون اوتور مزيانه، حيت دابا الكراسه دابا سيمي اوتوماتيك. بالنسبه للدوسي راه كيطلع وكيهبط اوتوماتيكمون. وبالنسبه للبارتي هادي الريغلاج ديال لي لومبير الا بغيتي مثلا على حسب البوزيسيون اللي بغيتي نتايا في ظهرك. فوالا عندك هنايا الريغولاتور وليميتور ديال الفيتاس عندك في هاد لابارتي هادي. بالنسبه للسيد بورت هنايا لاحظوا معايا جات اون الومنيوم فيها هنايا سي سي، كيفكروك باللي الطوموبيل عندك سي سي. بالنسبه للفولون جا كله اون كوير صراحه الشكل ديالو فريمون زوين. عندك هاد لي بارتي هادو جاو هنايا اون الومنيوم صراحه زوينين. لاحظوا معايا هنايا باش كتزيد وكتنقص الصوت، عندك هاد لابارتي هادي باش كتقلب المزيكا مثلا على اليمين وعلى اليسار، وهادي باش كتجاوب تقطع والكوموند فوكال، وعندك هاد لابارتي هادي باش كتحكم بهاد لورديناتور دو بور اللي عندك هنايا، وهاديك باش كترجع. هنا عندك ليميتور ديال الفيتاس و ريغولاتور ديال الفيتاس هو كاين في هاد لابارتي هادي. عندك هنا الضو ديال الطوموبيل اوتوماتيك، سوا تقدر تحكم به مانويلمون على حسب نتايا اللي بغيتي، وعندك هاد لابارتي هادي باش كتحكم في اللومينوزيتي ديال الطابلو دو بور. وعندك هنايا واحد البتي رونجمون خفيف تقدر دير فيه شي حاجه خفيفه. وبالنسبه للفولون ريغلابل اون اوتور اي اون بروفوندور. فوالا بالنسبه للطوموبيل قلت لكم مانويل 6 ديال لي رابور. هاد لابارتي هادي عندنا هنايا الستار اند ستوب، وعندنا هنايا لوتو هولد، عندنا هنايا لو اس بي او، وعندنا الباركينغ رادار. لاحظوا معايا هنا عندنا الكليماتيزاسيون بيزون، عندنا هنا البيسيد بور نورمالمون في الطوموبيل ما كيخرجش معاك، كيخرج هنا غير واحد الراديو عادي، ولكن بالنسبه للبيسيد بور اللي معنا مولاها اللي زادو. عندك هنايا الساعه ديال الطوموبيل، هنا لي زيغاتور ديال الطوموبيل. هاد لي بارتي هادو عندنا هنا جوج بلايص ديال الكاب هولدرز، وعندك هنايا واحد البتي رونجمون فوالا كيتسد، وعندك هنايا لا كودواغ. بالنسبه لي سيرغي جاو عندنا هنا اون تيسو، كاين اللي كيخرج فيهم في الكوير صراحه كيكون احسن من هادو اللي عندنا هنايا اليوم. بالنسبه للبارسولاي لاحظوا معايا هنايا عندها فيها المرايه وفيها الضو ديالها وفيها لابارتي هادي عندك اللي بغيتي تحط فيها شي حاجه. عندك هنايا لي بواني ديال الطوموبيل، عندك بالنسبه للكوندكتور باساجي وبالنسبه للناس اللي جالسين حتى هما اللور. عندك هنايا الضو اليمين اليسار الفوق، عندك هاد لابارتي هادي اللي كان عندك مثلا شي مضاد تقدر تحطهم هنايا سباس دونجمون صغير. المهم لابارتي اللي تقدر تحطها هنايا فوالا. بالنسبه للبوزيسيون دو كونديت ديالي هي هادي، انا نشوف شي واحد ديال مثلا كان شي واحد قدي في الطول واش يجلس اللور اليز ولا لا. اجي تشوف معايا صراحه الجلسه ديال الطوموبيل اليز حتى اللور، جلسه كونفورتابل، كاين لي سباس بينك وبين الكرسي اللي قدامك، كاين لي سباس شويه بيني وبين السقف ديال الطوموبيل، مي صراحه ترونكيل فوالا. الوغ كما قلت لكم قبيله عندنا هنا لي بواني، عندنا هنا الضو ديال الفوق ديال الناس اللي جالسين هنا اللور، عندنا بالنسبه لليمين وعندنا اليسار، عندنا هنا لا كودوار ديال الطوموبيل لاحظوا معايا، عندك هاد لابارتي هادي اللي الفوق عندك هنا سباس دونجمون صغير، وكاينه هادي كاينه ديال الكاب هولدرز فوالا. كاين هنا ثلاثه ديال لي زابيتات ديال اللور، الكراسه بطبيعه الحال ايزو فيكس. هاد لابارتي هادي اللي عندنا هنايا فيها البريز ديال 12 فولت، وهنا عندنا جوج ديال لي زيغاسيون. هاد لي بوش هادو اللي عندنا هنايا ديال اللور الا بغيتي تحط فيهم شي حاجه خفيفه شي وراق ولا شي حاجه فوالا. هادشي هادي اللي كاين هنايا اللور. كانت هذه هي الحلقه ديالنا ديال اليوم ديال باسات سي سي دوزيام جينيراسيون اللي كانت معنا اليوم. كنتمنى الفيديو ديالكم يكون عجبكم، نتلاقاو فيديو جديد في نهار جديد، وعليكم السلام.